السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم خبرنا عن ليبيا وما قينا مع إعصار ومتابعة العاصفة دانيال في ليبيا. لكن قبل ما نبتدي خبرنا ريت نضع اللايك ونعمل اشتراك في القناة ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعلنت الحكومة الليبية المكلفة اليوم عن سنين درنا مدينة منكوبة جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد وأسفر عن إضرار بالممتلكات العامة والخاصة. وفاض مجرى أودية درنا بوسط المدينة بالمياه الناجمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا الساعات الماضية جراء إعصار دانيال. ونشرت صحيفة المرصد الليبية مساء أمس مقطع مصور يظهر جريان المياه بغزارة في وادي درنا. ومن جانبها أعلنت مديرية أمن درنا فرض حظر تجوال في المدينة بدءا من الساعة 7 مساء الأحد إلى 8 صباح الاثنين في إطار التعامل مع تداعيات إعصار دانيال. وفي السابق ذاته أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تعليمات لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية وتقديم المساعدات المالية لها ولتوفير كل الاحتياجات اللازمة. وبكده انتهى خبرنا عن درنا اليوم. أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. وندعو الأخوة أننا في ليبيا لما جعلوا غيثا نافعا يا رب.